اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قضايا واحداث. قبل ما ابدا حلقه النهارده اتقدم بخالص العزاء الى اسره الفقيد ماجد عباده خميس. ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراق الاحبه لا محزنوا ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون. ندعو من الله الاهل الصبر والسلوان وان يتغمده برحمته وان يحتسبه عند الله من الشهداء. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن حالات انسانيه، حالات إنسانية تهز القلب، أبكت الحضر، حالات إنسانية هنتكلم فيها عن مشاكل بعض الناس الفقراء، بعض الناس اللي محتاجين مساعدة من أصحاب القلوب الرحيمة. معانا قبل ما نبدأ حلقتنا معانا زميلتي الإعلامية الأستاذة أماني ماجد، أحب أرحب بيها. أهلا وسهلا أستاذ ماجد. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى وأهلا وسهلا بكل المستمعين. نورتينا أستاذ أماني. معانا تقرير، هنطلع نشوف التقرير عن حالة إنسانية ونرجع تاني. أنا اسمي هبة نصر شكري، عندي أورام لفية على الرحم. أنا ليا 21 سنة متجوزة وما عنديش أطفال، وسبب قلة الأطفال الهرمون عالي عمل لي أورام لفية على الرحم. الأورام طلعت انتهية ولدت كذا ورم، فأنا رحت للدكتور، الدكتور عملهم لي استأثر، دخلت عمليات استأثر للست لفات الأولاد وساب الأم. رجعت له تاني عشان يفك السلك، فقال لي ده هي مش هتأذيكي في حاجة، ده أنا هديكي ليها علاج. لما جيت تعبت والمغص اشتغل عليا ما بنامش الليل، رجعت له يا دكتور ده أنا ما بنامش وتعبانة وما بقدرش أقوم. قال لي أنت ملكيش عندي غير مسكنات بس. طب المسكنات يا دكتور أخدها في وقتها وهتمشي؟ قال لي هي علاجها كده، لا تشال يا مسكنات، وانت عايزة الرحم موجود عشان الأمل إن هي ربنا يديكي. طب يا دكتور طبعا نشوف لي حل. قال لي ما عنديش حل أكتر من كده، أنت إمكانياتك عالية وأنا ما عنديش إمكانيات زيادة عن كده. بعدها بشوية تعبت وما قدرتش أقف، رحت للدكتور تاني. راح الدكتور قال لي لازم نعمل قسطرة عشان اللي بتشرب من الشريان، الورم بيشرب من الشريان. رحت عملت عملية قسطرة، راح الدكتور قال لي أنت عندك أورام لفية؟ قلت له آه يا دكتور. قال لي طب دي إنتاية وولدت والعيال ضاغطين على الكليتين وضاغطين على حوض المية، فلازم يشالوا دكتور البطنة. فرجعت هنا ناس اخوات ولادي الحلال قالوا لي تعالوا احنا نعمل لك التحليل وديك. راح الدكتور احمد رجع عمل الاشاعات وعمل التحليل والتقرير الطبي، قال لي ده عندك الوالده سته، انت يا والده سته. طب ايه دكتور؟ قال لي عمليتي الكبيره دي ماسكه ضغط على حوض الميه وضغط العيال ضغطين على الكليتين وماسكه الشريان، فلازم عمليه كبيره. طب ايه دكتور؟ طلب مني مبلغ كبير وانا ما معيش دلوقتي، مبلغ المبلغ ده، فانا مش عارفه اعمل ايه. انا عايزه اي حد يتواصل مع الدكتور يعملها لي او انا او يساعدني فيها، بس مش عايزه اكتر من كده. انا جوزي اهوكي وارزقه على قدي، ومن ساعه كورونا يوم شغله وعشر ايام قاعد في البيت. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير وشفنا الحاله. حاله هو حلم بسيط، ممكن يكون بالنسبة لنا حاجة بسيطة لكن هو حلم كبير. أستاذة أماني، زي ما شفتي في التقرير الحالة بتبقى كل اللي محتاجاه مساعدة بسيطة. ممكن حضرتك زي ما شفتي كده في التقرير تكلمينا إيه اللي الناس تقدر تعمله، إيه اللي احنا نقدر نقدمه للحالة؟ كلنا محتاجين ان احنا نبص لهم بعين الرحمه. في ممكن تبقى حاجه بسيطه خالص بالنسبه لناس يعني معاها فلوس، بتبقى حاجه كبيره جدا لناس محتاجه فعلا. وربنا جعل البرنامج ده يكون شباك بين الناس اللي مش عارفه تودي صدقاتها فين. احنا بنقدر بنقدر يا استاذ امان ان احنا نوصل صوت الناس ديت، بتبقى محتاجه ان هي مبلغ، لو كل من واحد كل مبلغ بسيط ان هو يقدر يساعد بيه الحاله. زي ما احنا شايفين هي مش محتاجه مصاريف، هي محتاجه علاج، محتاجه علاج انها تقدر تكون في وسط أولادها في وسط أهلها، أنها تقدر تعيش أبسط شيء، أنها تعيش زيها زي بقية الناس. إيه شفت الوضع، شفتي أولادها وشفت حالتها أن هي قاعدة مكانها، يعني الحالة دي تقدر تفسريها بإيه أو تقدر تتكلمي عنها بإيه؟ ناس محتاجة، ناس محتاجة، والناس وناس كتيرة تقدر تساعدها. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهم دول من جهة الفقراء، ناس كتيرة تقدر تساعدهم، وإحنا محتاجين لكل الناس تبص لهم بعين الرحمة. في ناس محتاجة، يا ريت كل الناس تقدر تساعدها، وموجود تحت خط ورقم مكتوب تحت، يا ريت تقدروا تتواصلوا معاهم ونقدر نساعدهم. ده رقم الحالة نفسها، بحيث إن هو اللي يقدر ربنا يكرمه
ويقدر يساعد اي حد يقدر يساعد الحاله، بيتواصل معاه شخصيا ان هو لو بجزء بسيط من زكاه ماله تبرع عن صحته ويتبرع عن ماله واولاده، ان هو يقدر ممكن يكون سبب في ان يحل مشكلتها ويكون سبب لحل مشاكل. معانا حاله ثانيه، حاله انسانيه ثانيه، هنطلع نشوف التقرير بتاعها ونرجع تاني. السلام عليكم، انا مدام انتصار محمد جلال من منوفية، ارمله وبربي في 3 ايتام ومعايا 3 اولاد، بنتي متجوزه وبنتي بجهز فيها ومليش دخل وساكنه بالايجار، ومعايا ابني في التعليم ومحتاجه تغيير مفصل في الركبه، وقبل تغيير المفصل محتاجه تكميم معده، وظروفي صعبة جدا والله، ربنا اللي يعلم. ما بقدرش امشي خالص والله، ما بقدر امشي، وساكنة بالإيجار وصاحب البيت عايز يطلعني منه، وظروفي صعبة خالص والله، محتاجة تكميم معدة والله، نفسي اعيش زي ما الناس بتعيش، نفسي افرح زي ما الناس بتفرح، ربنا يجازيكوا كل خير يا رب. انا تعبت من كتر الدكاتره ومن كتر العلاج، ما عدتش بقدر امشي، لو اخذه ما بقدرش اروح الحمام. كنا معكم من داخل برك السبع محافظه المنوفيه، برنامج قضايا واحداث، كانت معكم مروه احمد، شكرا لكم. زي ما شفنا حالة تتكلم عن نفسها، حالة مش عارف أقول إيه عنها، لكن هقول إلى كل أصحاب القلوب الرحيمة، أتمنى إن حد يتواصل معها ويحقق لها أمنيتها. في أبواب كتير للصدقات ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيها ورسول صلى الله عليه وسلم، محتاجين نبص للناس دي، محتاجين نساعد الناس دي، الناس دي محتاجة إن احنا نبص لها، الناس دي محتاجة إن احنا نساعدها، محتاجين تبصرهم طيب بعين الرحمة. من غير مقطع هنكمل أستاذ أماني بعد الفاصل، بس هنطلع فاصل ونرجع تاني. أوكي. ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل كلامنا عن الحالة الإنسانية. أستاذ أماني حضرتك كنت بتتكلم عن الصدقات والكلام ده كله، تمام، كملي لنا إيه اللي شايفاه من وجهة نظر حضرتك إنك الناس دي تقدر تساعد بها ست مريضة زي دي ومش قادرة تتحرك؟ سيدة بسيطة حلمها بسيط جدا، حلمها انها تقدر تقف على رجليها، ممكن يبقى حلم بسيط جدا بالنسبة لك بس هو كبير جدا جدا بالنسبة لها، احنا ممكن نساعدها وناس كتيرة تقدر تساعدها، محتاجين الناس تبص لها بعين الرحمة وتقدر ونقدر نساعدها ونبقى احنا النافذة بينها وما بين بينهم وما بين الناس دي. رقم التواصل مكتوب تحت في الشاشة، يا ريت حضرتكم لو يقدر حد يقدر يتواصل معاهم تبقى ممتنين يعني. اللي هو الرقم موجود على الشاشه، وزي ما شفنا ان هو التواصل مع الحاله شخصيا ان هو يقدر يساعدها، واي حد يتواصل معاها شخصيا مش وسيط ولا الكلام ده كله، لكن الحاله نفسها ويشوف الحاله بنفسه ويقدر ويشوف الست على الطبيعه ويشوف بيتها. لولا الحياء كنا صورنا البيت بتاعه الست ونزلنا ومع الحاله، لكنهم برغم انهم بسطاء وضعفاء لكنهم استحوا من الموضوع، مش قادرين يتكلموا، ما قدرناش نعمل اكتر من كده معاهم. بس كل اللي بنطلبه من الله قبل اي حد ان اي حد يقدر يتواصل معاها يساعدها لو بجزء بسيط، ايد على ايد بتساعد. استاذه اماني احنا شفنا حاله الست بقى لها فتره كبيره قاعده ما بتتحركش من مكانها، عشان تقوم تتحرك من مكانها لو هتنام او تتحرك ما بتقدرش تتحرك، بتنام مكان ما هي قاعده، بتقعد ليلها زي نهارها. تمام. فالموضوع باختصار ان احنا عايزين مساعده بسيطه، بنطلب من كل الناس اللي تقدر تساعد، حاجه بسيطه خالص بالنسبه لك، حاجه كبيره جدا بالنسبه للست دي، بنطلب للناس تبص لها تاني بعين الرحمه، محتاجين نبقى احنا الخير اللي بنقدر نساعد الناس دي او حلقه الوصل بين الناس دي وبين الناس اللي مش عارفه تودي صدقاتها فين. في ابواب كتيره للصدقات دي، ست محتاجه وفعلا احنا رحنا وشفنا هي فعلا محتاجه، وهقول لكم تاني رقم التواصل موجود تحت للست عشان تقدروا تشوفوها بنفسكم وتقدروا تساعدوها. تمام. زي ما شفنا الحاله بنفسها، وصلنا دلوقتي
معنا تقرير عن وزارة الصحة وعن فيروس كورونا. كان معنا لقاء مع وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، هنتكلم فيه عن آخر التطورات وعن إنجازات وكيلة وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ الدكتورة سوسن سلام. معنا تقرير، نطلع نشوف التقرير ونرجع تاني. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، متواجدين معاكم النهاردة من مكتب وكيل الوزارة من محافظة كفر الشيخ، ومعايا معالي الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة محافظة كفر الشيخ. برحب الدكتورة سوسن، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. دكتورة، زي ما سمعنا وشفنا في كفر الشيخ بعض الإنجازات وبعض التطورات اللي حصلت السنة اللي فاتت في ظل التطورات وفي ظل أزمة كورونا، ممكن حضرتك تكلمينا بالتفاصيل عن إيه الإنجازات اللي حضرتك قدمتيها لمحافظة كفر الشيخ؟ والله هو أنا طبعا لما جيت كفر الشيخ احنا كانت بدأت معنا الموجة الأولانية لكورونا، فكانت الحمد لله عدت على خير، يعني كانت الوضع فيها في كفر الشيخ مستقر إلى حد ما، كانت الأمور فيها يعني الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات اللي كانت بتقدم عشان الوقاية من الفيروس ده، كانت الحمد لله بتتبع، يعني كانت بتتبع، كنا في كل المصالح الحكومية، النوادي، الشارع العقاري، المحافظة، الأماكن اللي بيبقى فيها تكدس، كان على قدر المستطاع بيبقى الالتزام بالإجراءات الاحترازية فيها، ارتداء الكمامة، التباعد، كانت الأمور كان فيها يعني تعاون من محافظة كفر الشيخ في الموجة الأولانية، بصراحة كان جيد جدا، وكان كل الناس لمسة في كفر الشيخ إن الموضوع ده هو، بس جت الأمور اللي هي كانت قبل العيد بقى والانفتاح واللي جاي من المحافظات التانية والزحمة والتكدس اللي حصل في العيد، فكانت تعتبر يعني الأرقام زادت في كفر الشيخ شوية، إلا أن الحمد لله كانت الأمور عدت على خير. بالنسبة بقى للموجة الثانية اللي احنا فيها ديت، هي طبعا الموجة يعني لا أخفي على حضرتك ان هي تعتبر في الذروة دلوقتي كل المحافظات وكل العالم، مش مصر بس، الموجة دي تعتبر بالنسبة في العالم كله يعني صعب شوي، فاحنا يعني ابتدينا برضو نعمل نفس الرول اللي احنا عملناه في الموجة الأولانية، برضو الإجراءات الاحترازية، الندوات التثقيفية في النوادي والقفهات، في الشهر العقاري، في مكاتب البريد، في البنوك، فابتدينا برضو نعمل نفس اللي بنعمله، بس زادت فيه الأمور شوية لأن الموجة دي جديدة شوية، فاحنا ابتدينا يعني الحمد لله فيها، وإن شاء الله تعدي على خير زي الموجة الأولانية بالظبط، إن شاء الله هتعدي. تمام يا دكتور. طيب إحنا زي ما سمعنا كده وشوفنا في الفترة الأخيرة اللي كانت الانتخابات والكلام ده كله، طيب هي أثرت بالسلب على بعض المراكز، وهل في مراكز فيها تفاوت في الأعداد من المصابين بفيروس كورونا؟ طبعا بالتأكيد كان في مراكز الاجتماعات بتاع المجلس الشعب والأفراح اللي أقامت والاجتماعات اللي كانت بتحصل، طبعا في بعض مراكز الأعداد فيها زادت، يعني أعداد زادت فيها الإصابات بنسبة كورونا، وخصوصا اللي كانوا اللي جايين المدعوين للأفراح ذات نفسها كانوا جايين من خارج محافظة كفر الشيخ، ده كانوا جايين من محافظات تانية، الفرح كان يعني ناس تقال وجايبين من محافظات تانية ومن بلاد تانية زي ما كفر الشيخ كلها كانت عارفة، بس الحمد لله عملنا لهم يعني مساحات ودخلناهم، حجزناهم في مستشفى بلطيم وتلقوا عليهم وخرجوا على خير، عملنا للمخالطين كلهم حصر ونزلنا تفريق الأدوية على المخالطين كلهم، وقعدنا يعني حصرنا المكان اللي كان فيه التكدس ده لغاية الحمد لله ما بقت الأمور فيه كويسة، احنا عملنا نعتبر عملنا في المنطقة دي مسح شامل لكل الناس، ما خلناش حد فيها، لان احنا كنا خايفين ان ممكن يعني البلد المحافظة كلها تنضرب في الموضوع ده، فالحمد لله يعني دلوقتي الامور في المحافظة في المراكز دي بقت كويسة وتقدر تحكم فيه، لكن انا طبعا لا اخفى على حضرتك طبعا ان الاجتماعات اللي كانت بتحصل والافراح اللي يعني الفترة اللي عدت كانت خارج السيطرة شوية، عشان يعني قالوا الموجة الاولانية عدت خلاص كده كورونا خلصت يعني فابتدى تعمل اجتماعات وتعمل يعني ندوات ومؤتمرات، بس دلوقتي الدنيا برضو ابتدت الامور توضح فيها، ودلوقتي نزلنا برضو الغرامات على عدم ارتداء الكمامه والتكدس في اماكن المواصلات والشهر العقاري والبنوك والمصالح الحكوميه، ابتدينا نعمل زي الاول يعني،
طيب يا دكتور، احنا بنشوف في الشوارع اللي هي اللجان اللي بتبقى بتعاقب على الكمامه وعلى المسقط اللي بتبقى في الشارع، هل دي خاضعه لوزاره الصحه ولا ديت من الجهات الامنيه من الشرطه هم اللي بيبقوا مؤسسين اللجان دي؟ او لو هي مخصصه من الشرطه، هل بيبقى مسؤول من وزاره الصحه بيكون موجود في الكمائن دي؟ طبعا احنا بيبقى معانا هنا من المحافظه ذات نفسها، من مدير الشؤون الصحيه. طبعا احنا بيبقى معانا فيها مسؤول الاعلام، بيبقى معانا فيها مسؤول التدخين من الطب الوقائي، بيبقى معانا فريق الترصد والترصد الامراض المعديه، بيبقى فيها مشتركين معاها من مجلس المدينه، معالي الوزير من مديريه الامن، بتبقى ناس نازله معانا فيها نازله، وبيعمل غلق للقافيهات ذات نفسها اللي فيها مش ملتزمه بالاجراءات، بان في تباعد وفي ارتداء كمامات في القفر. بنعمل بالفعل غلق، وتم فعلا في كفر الشيخ غلق بعض كافيهات واماكن ما كانوش ملتزمين بالموضوع ده، فبيبقى فيها تعاون. وصراحه يعني السيد المحافظ يعني دعم الموضوع ده بشكل يعني حضرتك جيد جدا يعني. تمام يا دكتور. طب بالنسبه للمصل الوقائي لفيروس كورونا، هل وصل كفر الشيخ ولا لسه لم يصل حتى الان؟ هو احنا جالنا تعليمات بان بنعمل حصر للفريق الطبي والمخالطين والاعداد اللي موجوده في محافظه كفر الشيخ، وجالنا يعني باختيار الاماكن اللي هو ممكن ان هو نتلقى فيها المصل ده، وتدريب بعض الاطباء اللي هيقوموا بالعمليه دي، واحنا جارين بالتناسق مع مديريه الامن في اختيار الاماكن، ونشوف الدنيا فيها ايه. لسه ان شاء الله يعني في المرحله التنفيذيه لسه ما بداتش، لكن مرحله الاستعداد طبعا احنا استعدينا للاماكن دي. طيب دكتور، حضرتك في خطه حضرتك مجهزاها لايه؟ هيتصرف اليه الصرف للمصل ولا هي حسب عدد المصابين في المراكز؟ والله هو الكميه اللي جايه لنا لسه بالظبط بالتحديد يعني كم جرعه او لكم شخص، بس هو الغرض منها ان كله هياخد المصل، بيتكتب كونسنت اقرار طبي يعني ان هو عايز ياخد المصل، وهنديه اللي عايز ياخده يعني. لكن اي تعليمات تخصه يعني صراحه ما لسه معالي الوزيره طبعا عرفتنا ان المصل متواجد، وان شاء الله يعني كل المحافظات مش كفر الشيخ بس ان شاء الله يعني. مصر ده يعني عمل مجهود جبار جدا من معالي الوزيره ومن الوزاره ومن فخامه الرئيس ودوله رئيس الوزراء، يعني كلف مصر كتير جدا المصل ده، ان شاء الله يبقى بخير يعني على مصر بإذن الله. يا دكتور، دكتورة، من داخل الإنجازات والتطورات اللي حضرتك قدمتيها لكفر الشيخ، سمعنا أن حضرتك برضو فيه زودت فيه بعض الأسرة وبعض الأماكن داخل المستشفيات، دي في كل المراكز ولا في بعض المراكز اللي محتاجة؟ هي فعلا زاد في الفترة ديت زيادة عدد الأسرة في بعض المستشفيات بمشاركة المجتمع، زودنا في مستشفى إلين، زودنا في سيد سالم، زودنا في حميات دسوق، زودنا في دور كامل في مستشفى الحميات كفر الشيخ، في بعض الأجهزة اللي جت بتاع مكان غسيل الكلى جوه العناية المركزة، لأن لو مكان بيبقى فيه حد في العناية المركزة وعنده فشل كلوي او محتاج لغسيل كان بيبقى الموضوع شق جدا. دلوقتي في مكان اول مره ينزل كفر الشيخ انه بيمكن يعمل غسيل الكلى جوه العنايه المركزه نفسها، بيبقى معاها يعني المدخل الميه ذات نفسها موجوده مع مكنه الغسيل، فطبعا ده بيعتبر تطور وانجاز في محافظه كفر الشيخ. ودينا منه كفر الشيخ العام، ودينا منه دسوق وسيد سالم، ولسه مشاركات المجتمع طبعا يعني الناس هنا في كفر الشيخ بصراحه جمال جدا يعني. تمام يا دكتور، ونتمنى دائما التوفيق والنجاح لمعالي الدكتوره سوسن سلام وكيل وزاره الصحه بمحافظه كفر الشيخ. وقبل ما نختم فقرتنا، معانا تكريم من الاستاذ ابراهيم اسماعيل مدير المجلس العربي لحقوق الانسان للدكتوره سوسن سلام وكيل وزاره الصحه بكفر الشيخ على الانجازات وعلى التميزات داخل المحافظه. والله أنا سعيدة جدا بالتكريم ده، بل هو بالعكس بيحملني مسؤولية فوق المسؤولية اللي أنا متحملها، لأن يعني بيحسسوني كده إن يعني إن أنا لازم أكون عند حسن ظنهم، أو لازم أكون أنا على قد التقدير اللي هم قدروه لي. فأنا فعلا بقول لكل
الناس اللي مش في محافظة كفر الشيخ بس، إن أنا أرجوك يا جماعة الموجة دي صعبة جدا، المفروض إن إحنا نلتزم بها كويس قوي، المفروض إن إحنا ارتداء الكمامات، التباعد، عدم التكدس في أماكن مزدحمة، أي حد يحصل عليه أي عرض من الأعراض، ارتفاع في درجة الحرارة أو حاسس إن هو فقد الله حاسة الشم أو الـ أو الـ أو الطعم أو مغص أو قي، أي أعراض يحس إن هي أعراض غير طبيعية يبلغنا فورا أو يقول لنا، وإحنا فريق الترصد هيوصل عنده لغاية البيت، نحاول نشوف الدنيا فيها إيه، لو محتاج فحوصات أو محتاج أشعة مقطعية أو محتاج مسحة هنعمله، محتاج عزل منزلي والأمور بتاعته تستدعي عزل منزلي هنقول له ونتابعه كل يوم، محتاج إن هو يتنقل لأقرب مستشفى هننقله لأقرب مستشفى في أقل مركز، لأن إحنا عملنا دلوقتي في كل مركز بقى فيه مستشفى خاصة لحجز الناس المنوطين بالمركز ده، فيبلغونا واحنا تحت امرهم في اي وقت. وطبعا احنا عندنا غرفه شغاله 24 ساعه، انا متواجده في المديريه هنا وال 24 ساعه موجوده، تليفوني مفتوح، بقول لهم يعني حاولوا على قدر المستطاع ان احنا نبقى كلنا مع بعضنا نقدر نعدي الموجه دي، الموجه دي صعبه جدا، كلفت الدوله كتير قوي قوي، كلفت السيد رئيس الجمهوريه كتير قوي، السيد رئيس الوزراء، معالي الوزيره يعني ما بيناموش، حق الله يعني الـ 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 الامور لازم تعدي على خير، عشان حتى التعب اللي مصر تعبانه ده، لان رغم كل اللي احنا فيه ده ورغم كل الظروف ديت الا ان معالي الرئيس مصمم على يعني استمرار المبادرات اللي احنا بنعملها، يعني ال 100 مليون الامراض الضغط والسكر، الفحص، المبكر الامراض، كل المبادرات اللي اتقال عليها الرئيس شغالين فيها مع كورونا، فده يستحق مننا ان احنا سأقل تقدير ان احنا نلتزم عشان خاطر ندي البلد ولو جزء من اللي هي بتعمله عشاننا. اشكركم. تمام يا دكتور، وفي نهايه فقرتنا احب اشكر الدكتور ابراهيم اسماعيل مدير المجلس العربي الدولي لحقوق الانسان على التكريم، واشكر الدكتوره سوسن سلام وكيل وزاره الصحه بمحافظه كفر الشيخ على الانجازات والتطورات اللي قدمتها، والتوفيق والنجاح. ورجعنا لكم بعد التقرير، وزي ما شفنا، بس قبل ما اتكلم عن التقرير اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى كل مسؤولين في وزاره الصحه ووزاره الداخليه على الجهود المبذوله في الشارع المصري. زي ما شفنا الموضوع فيه اهتمام كبير، لكن الناس استاذ اماني، الناس بدات دلوقتي ما تخافش من الموضوع، بدات تتعامل معاه بكل بساطه. للأسف يا أستاذ مصطفى في الفترة الأخيرة زادت جدا أعداد الوفيات وكمان أعداد المصابين. الصوت يا جدعان في ودني. وكمان زادت جدا أعداد المصابين في الفترة الأخيرة بشكل مهول جدا، ودوا بيبقى سببه زيادة قلة الوعي في الشعب المصري، الحياة غير مستقرة، الناس كتيرة بقت تتجمع في أماكن العامة، في الكافيهات بقى والأفراح والحاجات دي كتير كتير، ما بقوش يعملوا الإجراءات الاحترازية، عدم ارتداء الكمامة، الناس بقت متساهلة جدا في الموضوع ده، وعن تجربة شخصية ما حدش بيحس بالألم ده غير فعلا اللي جربه. محتاجين الناس كلها، وعلى أمل إن الشعب المصري كله يبقى عنده وعي ويبقى حاسس بقيمة الموضوع ده، الموضوع ده فعلا مش قليل، الموضوع دون يا ريت كل الناس تحس بيه ويعرفوا ان احنا كلنا محتاجين ان احنا نهتم بالاجراءات الاحترازيه ونسمع كتير. والله الموفق. الموضوع استاذ اماني، الناس دلوقتي بقت تخاف من الموضوع، بس ما بقاش حد يتجاوب مع الموضوع، الناس دلوقتي بقت تمشي في الشارع عادي، في القهاوي، الافراح، مؤتمرات، بقى الموضوع صعب جدا، الناس بطلت تخاف من الموضوع، كان الاول الناس بدات تخاف والوعي عن كورونا وبداوا ان هم في الوقت الحالي يهملوا الموضوع. بنشوف في الطرق، بنشوف في المواصلات، بنشوف في الاسواق، الموضوع صعب جدا، الناس ما بقتش تخاف، لكن الموضوع صعب جدا، الازمه اللي احنا شايفينها دي راجعه بشكل كبير، راجعه اشد من الاول،
وراجعه باسلوب. دلوقتي بقت حالات الوفيات بتزيد اكتر من المره اللي قبلها، من الموجه الاولى في فيروس كورونا. دلوقتي بقت حالات كتير جدا، عدد الوفيات بيزيد. الناس تعمل ايه، او احنا نقدر المسؤولين يعملوا ايه عشان الناس تبدا ان هي توعي الناس، او الناس تبدا تاخد الخطوات الاحترازيه، تبدا تحافظ على نفسها. في ناس ما بتخافش على نفسها، بس المفروض تخاف على غيرها، تخاف على اولادها، تخافوا على بيوتهم. فحضرتك بتنصحي الناس تعمل ايه؟ اولا استاذ مصطفى، ده كله بسبب قله الوعي. الشعب المصري شعب مستهتر جدا، احنا بقينا مستهترين، مش حاسين ان لو انت فعلا مش خايف على نفسك، خاف على اهلك اللي في البيت، خاف على اولادك، خاف على زوجتك. هو الناس والشعب المصري كله محتاج ان هو يسمع اكتر، محتاج ان هو يسمع الاجراءات الاحترازيه ويعمل بيها، يرتدي الكمامه، ما يقعدش في تجمعات. تمام استاذ اماني. معانا دلوقتي في نهايه فقرتنا معانا تقرير عن تكريم فريق عمل برنامج قضايا واحداث. تعالوا نشوف التقرير ونشوف التكريم. بشكر الاستاذ مصطفى عبد الله والاستاذ اكرم دره على تكريم النهارده. بشكر الاستاذ مصطفى عبد الله والاستاذ اكرم دره على التكريم النهارده. بشكر الاعلامي مصطفى عبد الله على التكريم النهارده، واحب اشكر استاذ اكرم دره. النهارده من داخل مقر برنامج قضاء احداث بشكر الاعلامي الكبير مصطفى عبد الله على تكريمه المتميز، والمخرج اكرم دره. بشكر اداره برنامج قضاء احداث وعلى راسها المخرج اكرم دره والاعلامي مصطفى عبد الله. انا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده، وانا اتكرمت من الاستاذ مصطفى عبد الله الاعلامي الكبير العظيم، والاستاذ اكرم دره المخرج الجميل، والاستاذ احمد الدسوقي. كنت سعيده جدا معاكم النهارده بالتقدير ده وبالشهاده الجميله دي. النهارده مبسوطه جدا ان انا اتكرمت من الاعلامي الاستاذ مصطفى عبد الله والمخرج اكرم دره والاستاذ طبعا احمد الدسوقي، ومبسوطه جدا ان انا كنت معاكم ومبسوطه بشغلكم، وان شاء الله دايما من تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح. وبشكركم جدا، ميرسي جدا على الشهاده وعلى التكريم الجميل ده. انا بشكر الاستاذ مصطفى على تكريمي النهارده. واحده واحده وخطوه خطوه عشان يوصل لكل نجاح بيبدا بيه. كانت خطوه من خطوات نجاحي تكريمي من المقدم الاعلامي الاستاذ مصطفى عبد الله والمخرج اكرم دره في برنامج قضايا واحداث. انا بشكر جدا الاستاذ مصطفى عبد الله واستاذ اكرم دره على التكريم النهارده، وانا مبسوطه جدا ان انا موجوده معاهم، وبشكر برنامج قضايا واحداث. بشكر الاستاذ مصطفى عبد الله، وانا سعيده من لحظات حياتي ومن داخل مقر برنامج قضايا واحداث. بشكر الاستاذ مصطفى عبد الله الاعلامي المميز واستاذ اكرم دره المخرج المميز. من داخل مقر قضايا واحداث احب اشكر الاستاذ مصطفى عبد الله. من داخل مقر برنامج قضايا واحداث بشكر الاعلامي القدير الاستاذ مصطفى عبد الله والمخرج القدير الاستاذ اكرم دره ومنسق البرنامج الاستاذ احمد الدسوقي. في يوم مميز ولحظه مميزه ولحظه جميله من اجمل لحظات حياتي، احب ان اشكر الاعلامي القدير الاستاذ مصطفى عبد الله ومخرجنا العظيم الاستاذ اكرم دره ومنسق العام لبرنامج قضايا واحداث الاستاذ احمد الدسوقي. انا النهارده سعيده جدا جدا وفخوره جدا جدا بالاستاذ الاعلامي القدير العظيم الاستاذ مصطفى عبد الله والمخرج القدير
الأستاذ أكرم درة والأستاذ أحمد دسوقي، وأنا بشكرهم جدا جدا جدا. وأنا النهاردة في مدينة بركة السبع بالمنوفية لتكريم العمل وبرنامج قضايا وأحداث، وأنا سعيدة جدا جدا بلقائهم النهاردة وبتشريفي معاهم، وسعيدة جدا ويا رب كده في تقدم ومن نجاح لنجاح أكبر. وأنا بشكرهم كل الشكر والتقدير العظيم. مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، النهاردة كان يوم جميل جدا ويوم مميز. قام بتكريم فريق عمل برنامج قضايا وأحداث مخرجنا الكبير الأستاذ أكرم درة. كل الشكر والتقدير للأستاذ أكرم درة والأستاذ أحمد دسوقي المنسق العام للبرنامج والأستاذ إسلام دسوقي مدير الإعداد. وكانت على منصة التكريم المدام نسرين عبد الرسول ضيفة شرف برنامج قضايا وأحداث. ونرجع تاني للاستوديو ونكمل برنامجنا. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التكريم، وانا من هنا احب اشكر كل فريق عمل برنامج قضايا واحداث، فعلا فريق متميز جدا كله على قلب رجل واحد. بدون الفريق ما كنتش قدرت اعمل اللي انا بقدمه دلوقتي. واخص بالشكر الاستاذ اكرم درة مخرجنا الكبير والاستاذ احمد دسوقي منسق العام للبرنامج والاستاذ اسلام دسوقي مدير الاعداد. كل الشكر والتقدير لكل فريق عمل برنامج قضايا واحداث. استاذه اماني، عايزين نسمع من حضرتك كلمه قبل ما نختم فقرتنا. أنا يسعدني فعلا إن أنا أكون من ضمن فريق برنامج قضايا وأحداث. مجهود الفريق باين، فريق الإعداد كله بيعمل اللي عليه وزيادة. مبسوطين جدا إن إحنا بنشتغل مع حضرتك يا أستاذ مصطفى ومبسوطين. شكرا أستاذ أماني. ودلوقتي وصلنا لنهاية فقرتنا، وقبل ما أختم فقرتنا بحب أشكر زميلتي الأستاذة أماني ماجد، نورتينا وشرفتينا في الفقرة. وهنطلع فاصل ونرجع معاكم في فقرة جديدة من نوعها مع زميلتي الإعلامية شاهين دشاور وزميلتي أسماء فهمي. تعالوا نطلع فاصل ونرجع مع زمايلي معاكم قضايا وأحداث. رجعنا لكم بعد الفاصل. بشكر مستر مصطفى وأستاذة أماني على الفقرة الجميلة المميزة اللي فاتت. فقرتنا دلوقتي عن الجمال. دايما الجمال هدف أي ست وبنت، والحلم وراء تحقيق الجمال هدف أي ليدي. الجميلة صاحبة أكبر مراكز تجميل في العالم، هيلينا روبنشتاين، قالت لنا حاجات كتير قوي. قالت لنا إنه مفيش ست على وجه الكرة الأرضية وحشة، في ست ذكية بتعرف إزاي تكون حلوة بالميك اب وست لأ. في بداية الحلقة بحب أرحب بزميلتي الجميلة أسماء. هاي أسماء. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي حبيبتي. وبرحب بالضيفة الجميلة معانا لينا جوزيف. رينا جوزيف. اهلا بيكي. وبرحب بالموديل الجميله. في بدايه الحلقه حابه اسالك ايه الالوان الترندي بالنسبه ل 2020 و2021، وايه كمان بقى تريكات صغيره انه الالوان اللي هتليق على كل بشره، يعني الخمريه البيضاء. طيب عموما الالوان النادره ترند دلوقتي هي الالوان النود، الالوان عموما الترابيه. حتى اللوك اللي انا عاملاه النهارده من الالوان الترابيه. جميل. الترابي مش بس هو البني، لا الترابي منه كمان النبيتي، كمان الاورنج دلوقتي طالع، اي لون نود هو طالع دلوقتي ترندي عموما. التركية التانية اللي انت بتقول عليها اللي بتليق على اي بشرة، عشان اكون واقعية معاكي، معظم الالوان النود بتليق على اي حد، بس في الوان معينة مينفعش مثلا على البشرة الفاتحة قوي وتنفع البشرة الغامقة قوي، زي مثلا الذهبي. ما ينفعش اشتغل ذهبي مثلا على بشرة بيضة، بنسميها عندنا في الاندرتون بتاعنا في الميك اب اللي هي البشرة الباردة زي الاجانب مثلا. الذهبي فيهم ما بيكونش اللي فيهم لذيذ، لكن اللي يكون اللي فيهم لذيذ اكتر الوردي، الموفي، الالوان الفضيه بتزهرهم اكتر. مع العكس البشره اللي هي السمراء بيليق عليها بقى هي الذهبي، الالوان الصفراء اكتر. المحايده بقى ده بيليق عليه اي حاجه اللي هو شعب مصري يعني. اكيد طبعا. تمام. طيب استاذه رينا، في بنات كتير جدا دلوقتي بيحبوا ان هم يتقلوا حواجبهم جدا، تمام، فبس مش عارفين يستخدموا اللون المناسب لحواجبهم، تنصحيهم بإيه؟ هل هما يستخدموا لون أغمق أو لون فاتح من لون حواجبهم الأصلية؟ طيب إحنا بنحدد لون الحواجب أساساً من خلال الشعر بتاعي. بمعنى أنا شعر بتاعي مثلاً أسود، ما ينفعش أبداً عموماً حتى لو لون شعري أسود إن أنا أحط اللون أسود في حواجبي،
لان كده التركيز كله هيبقى على الحاجة. ما ينفعش لو الشعر اسود انا بحط له ساعتها الالوان البني الغامق قوي. لو الشعر زي لون حضرتك كده الالوان اللي هي بلونزي ببدا ان انا افتح اللون بالالوان اللي هي الميدي شويه على بلوند، الميدي على اصفر شويه. ده بالنسبه لرسمه الحواجب. وكده كده الشعر بنقدر نغذيه بالمسكره، حتى لو شعر حواجبك غامق وشعرك فاتح زي حضرتك بقدر بالمسكره بتاعه الحاجب اقدر ان انا اشتغل واغير اللون زي ما انا عايزه. سؤال بقى مهم، ازاي بتتعاملي مع العروسه اللي جايه تحجز عندك يوم الفرح؟ كلنا عارفين انه العرايس دايما بيبقى همامهم ان هي تبقى اجمل بنوته في اليوم ده. بتتعاملي ازاي تقدري تقنعيها ان هي تختار ميك اب صح؟ اتفضلي. بصي سؤالك جميل جدا. العروسه اهم يوم في حياتها هو يوم الزفاف ويوم الخطوبه، واهم يوم اكتر هو طبعا الزفاف، لان بتبقى عايزه تطلع باحسن شكل واحسن صوره لان ده اهم حاجه عندها. ايه رايك نطبق على الموضوع اللي احنا بنتكلم؟ مفيش مشكله، هطبق هفنش لك اللوك مفيش مشكله، بس كنت عايزه حابه الاول ان انا اتكلم ازاي اصلا بتعامل اساسا اول مع العروسه. اولا لازم نتعامل مع العروسه الاول بطريقه ان احنا معاملتنا معاها تكون كويسه. ما ينفعش اتاخر على العروسه، يعني انا بدي نصيحه لاي ميك اب ارتست عايزه تبدا مع عروسه، ما ينفعش اتاخر عليها. ما ينفعش العروسه وانا شغاله تشم اي ريحه، لان يعتبر احنا بنبقى حاضنين العروسه نفسنا بتشمه. غير طبعا يعني موضوع الكورونا مسهل علينا موضوع الكمامه بقى مسهل جدا. ريحه الاندر ارم لازم تكون كويسه، ريحه ايدينا لازم تكون كويسه، لان انا ببقى حاضناها. دي اول حاجه. تاني حاجه معاملتنا معاها تكون سلسه، لان هي بتكون اصلا في ستريس يوم فرح، بتبقى قلقانه بتبقى خايفه في ستريس، فلازم اكون هاديه معاها ريلاكس. عارفه لو ادينا مثلا العروسه شوكليت صغيره كده هي انا ظبطت لها المود بتاعها. نمبر 2 ان انا لازم اخد رايها، انت حابه الوان مثلا النوت ولا الوان بينكات؟ اخد راي العروسه، لان اهم حاجه زي ما قلت لك في الاول يوم الزفاف بتاعها هي عايزه تطلع باحسن شكل، فلازم اخد رايها في اللي انا هعمله لها. تعالي نطبق مع بعض كده حاجه بسيطه. عم بحييكي على كلامك الجميل. اشكرك. عايزين بقى نعرف ال 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 الكورسز بقى، الكورسز اللي حضرتك بتديها. كورس الميك اب. طيب دلوقتي اماكن كتيره جدا جدا بتدي كورسات ميك اب، بس كل مكان يختلف عن التاني في المميزات اللي هما بيقدموها. زي مثلا انا لازم اهتم اللي يعني دايما بقول في كورس الميك اب انا بالنسبه للي جايالي انا تيتشر، انا مدرسه. أيوة. والاكاديميه اللي انا فيها دي المدرسه، بشبه المدرسه بالاكاديمي والمدرسه اللي في المدرسه بيا انا. المدرسه بتدي بتشرح مثلا منهج بيروح الطالب يمتحن والموضوع انتهى، لكن بالنسبه لي انا بعلمها مهنه، لازم اكون معاها دقيقه جدا. لازم اديها كل التيبس اند التريكس، لان اصلا الميك اب تيبس اند التريكس، لو ما خدتش كل الديتيلز في الكورس يبقى هي ملهاش اي لازمه. فعشان كده بنقول في الكورس لازم 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 ندي كل طاقتنا كل الاسرار في الميك اب، كل خبايا الميك اب، لان هي طالعه تفتح مجال لنفسها، جايه تاخد كورس عشان تفتح يعني في حد يعني بيجوا ياخدوا كورس، عايز تصرف على نفسها، عايز تفتح مجال شغل جديد. صحيح. فلازم اديها كل اسرار المهنه علشان تطلع احسن ما عندها. قبل الهواء اسماء كنت بتساليني ان انت عايزه تساليها سؤال، يلا جو. تمام يا حبيبتي. طب استاذه رينا، في بنات كتير جدا بتعاني من استخدامها الميك اب، ما بتعرفش تثبته صح، تنصحيهم يثبتوه ازاي؟ طيب عموما الميك اب اول حاجه دلوقتي غير زمان، الموضوع مختلف شويه، بقى فيه تجهيز قبل الميك اب اساسا، بقى فيه ستيبس بنمشي عليها. ليه؟ لان البشره اساسا مسامات، لو انا ما جهزتش البشره الاول وحطيت عليها الميك اب هيشرب الميك اب، الوش ممكن يخطط معايا، هيحصل مشاكل. فلازم نمشي ستيبس. ايه هي بقى الستيبس اللي احنا بنعملها الاول؟ بالظبط. اولا في تونر بنمسح بيه البشره، ده بيقفل المسام معايا، بينظف المسام لو في اي اتساخات او اي اتربه من الجو. سؤال، اتفضلي. التونر انواع حسب البشره؟ لا، في احنا عندنا اربع بشرات، العاديه، الدهنيه، المختلطه، الجافه. الجافه دي ما ينفعش ابدا. سؤال تاني، ازاي نعرف نوع البشره؟ حاضر، ما ينفعش ابدا البنت ازاي تعرف نوع بشرتها او ايه اللي تستخدمه مناسب ليها. طيب انواع البشره ازاي بنعرفها؟ اولا عندنا الاربع بشرات انا قلتها، في بشره زي الدهنيه بنعرفها اول ما تبصي على الوش، لان بيبقى نازل كتير زيوت من الوش، بيبقى فيه بثور سوداء، بيبقى فيه حبوب في الوش. طيب. معروف خالص ان دوت دهنيه. البشره الدهنيه حضرتك تقصدي ان كل الوش بيبقى فيه زيوت؟
زينة هنا حبوب بالظبط، زيوت حبوب بصور سودا. بالنسبة للجفة البشرة معانا بيبقى فيها قشر كتير، بيكون فيها رينكلز خطوط كتيرة قوي، لان هي بتكون جافة عاملة زي التربة بنسميها اليابس، اللي هو الزرعة بتاعت اليابس. أيوة. لما بنحطلوش شمس، نديله شمس او نحطله مية بيقطع. بالظبط دي البشرة الجافة. طب سؤال استاذة لينا، هو في فعلا ميك اب بيخفى عيوب البشرة؟ اه طبعا طبعا طبعا. دلوقتي بقى عندنا في الميك اب عندنا حاجة اسمها مصحح عيوب البشرة، اللي هو بيعالج الحبوب، مش بيعالج، هو بيخفي بنسبة من 90 لـ95%. البشرة زي الأورنج، بستخدم الكونتور أو الناس بتقول عليه كونتور، في ناس تانية بتقول عليه مصحح عيوب البشرة. زي الأورنج بستخدمه لأي هالات سودة، أي بقع بني في الوش، ده بالنسبة للأورنج. بالنسبة للحبوب الحمراء بنستخدم الاخضر، ده بقى اللي بيخفي فعلا حبوب، بعد كده بيخفي يعني العيوب بتاعه البشره. هايل. بعد كده بقى ببدا احط الفاونديشن والكلام ده. هايل. انا عايزه اعرف المعلومات القيمه دي بتدرس في الكورس ولا تقالينا احنا؟ والايفنت بتاع امبارح حضرتك قلتي المعلومات دي ولا كانت ايه يعني؟ طبعا كلنا كده قلنا السكرت بتاعتك. هقول لحضرتك على حاجه، لو ما طلعتش ضميري في الكورس وما طلعتش كل ما عندي في الكورس، هايل برافو، يبقى انا ما استاهلش ان انا اكون هنا معاكم. حقيقي. تمام. وجودي معاكم وجود الحمد لله نشكر ربنا في فتره صغيره اسمي بقى كبير في السوق، وبيجي طبعاً عندي ناس كتير علشان يتعلموا ويطلعوا يفتحوا نفسهم مجال، ده بسبب ضميري في الشغل بدي كل اسراري. يعني انا بيجي ناس كتير جدا في الكورسات بيكونوا واخدين كورس قبل يقولوا لي احنا متعقدين من الموضوع لان صعبوه علينا، الموضوع حسيناه مكلكع. بالعكس احنا لازم نسهل الامور، لازم ندي اسرار، ندي التكنيك والتريكس بتاعتي. بتاع الاسرار انا عايزه اعرف ايفنت امبارح ايه بقى التريكات بقى اللي انت قلتيها والاسرار. بصي بقى يا استاذه شاهين، ده ايفنت امبارح ده عملته مجانا لكل الناس اللي واخدين معانا كورس الميك اب. ليه بقى؟ حلو قوي. انا خلصت كورس الميك اب، ما هي ممكن تقعد في البيت تنسى. اه طب انا ممكن اعمل ايفنت مجاني واراجع معاهم كل اللي خدناه قبل كده، بحيث ان هم يستعيدوا لكل اللي اخدوه لو حد نسي حاجه. برافو جدا. دي حاجه. تاني حاجه، ممكن قابلتها مشاكل في شغلها، خلصت الكورس خلاص قابلتها مشاكل في الشغل، طب هتحل ده ازاي غير مع واحده زيي اللي هي خدت معاها الكورس؟ فعشان كده بعمل ايفنتات مجانا للناس اللي بتاخد معايا كورسات. هي. عشان اراجع معاهم كل اللي خدناه قبل كده، عشان لو عندهم اسئله في شغلهم واجهتهم، حاجه وقعت طبعا فيها. ده نوع من التميز. طبعا اكيد الحمد لله. الاكاديميه عندنا بصراحه متميزه جدا 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 في حته ان هم بيهتموا. طبعا كلنا بنسمع عنك يا استاذه رينا والله. اشكرك يا فندم. هايل جدا جدا الحقيقه، الوقت عدى معاكي بسرعه جدا جدا جدا، ودايما الجمال الحكاوي عنه ما بتخلص. هيكون لينا استضافات تانية مع استاذه رينا الجميله والموديل القمر. ميرسي ليكم. ميرسي ليكي يا اسماء، كنت مبسوطه خالص ان انا معاكم. مشاهدينا الكرام حلقتنا النهارده خلصت، نشوفكم الحلقه القادمه في فقرات جديده وحلوه. باي باي.